يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جوانا، وصباح الفل حركوا كلكم، وكل سنة وحركوا طيبين. 10 سنوات مرت على ثورة 30 يونيو، 10 سنوات مرت على ميلاد الجمهورية الجديدة في كل المجالات في كل القطاعات، وطبعا على رأسها القطاع الكهربائي. الكهرباء اللي تم تطويرها بشكل غير مسبوق، الكهرباء اللي كانت بتقطع بالساعات والنهارده مش عندنا اكتفاء ذاتي منها، لا احنا بنصدر. الكهرباء اللي خلت العالم كله يشيد بالتجربه المصريه وبالانجاز اللي تم وصفه بالمستحيل. عارفين ليه؟ لان الدوله المصريه نجحت بشكل قاطع في انهاء ازمه كل الانقطاعات الكهربائيه، لغايه لما اصبحت هذه الدوله المصريه تصدر الكهرباء واصبحت محول عالمي للطاقه لكل دول العالم. صحيح يا مصطفى، يمكن مش بس الحقيقه ان احنا توصلنا ان احنا يبقى نتخلص من فكره الانقطاعات الكهربائيه او المشاكل المتعلقه بالكهرباء اللي احنا يمكن عايشناها لفتره، لكن دلوقتي بقى عندنا احتياط يومي وصل ل 18000 ميجا وات في الشبكه الاقاميه للكهرباء خلال شهور الصيف، وبيتخطى ال 22000 ميجا وات خلال شهور الشتاء. الارقام دي كلها حصلت ليه؟ أو كانت بسبب إيه؟ كانت بسبب التوسعات اللي مصر قامت بيها في الشبكة. ده غير إن مصر قربت توصل لمعدل الاحتياطي العالمي في الشبكة، واللي بيقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة. حتى يمكن لما قرينا وبحثنا وفتشنا لقينا إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكدت إن الدولة المصرية لم تشهد أي انقطاعات في الكهرباء نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار العشر سنين اللي فاتوا يا مصطفى. عايز أكد لك كمان يا جمانة إن إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء دلوقتي وصل ل 56000 ميجا وات، وإن أصلاً احتياجات المواطنين المصريين من الكهرباء مش بتتعدى ال 31000 ميجا وات في وقت الذروة خلال شهور الصيف. ده معناه إيه؟ ده معناه إن إحنا قدرنا نحقق الاكتفاء الذاتي، وبقى عندنا كمان فائض بفضل تخطيط كويس، بفضل خطة عاجلة، وأنا بسميها الخطة العاجلة اللي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توليه الحكم بأسابيع قليلة. يا جماعة احنا هنعمل ايه؟ هنعمل خطة عاجلة. كانت الخطة دي بتقضي بإنهاء هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن. الدولة المصرية قطعت شوط كبير في الفترة اللي فاتت منذ ثورة 30 يونيو لغاية دلوقتي. 10 سنوات مرت على قطاع الكهرباء، سواء في إنتاجها أو في نقلها أو في توزيعها. قطاع الكهرباء شغال في الوقت الحالي على استراتيجية قومية وإقليمية بتهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، اللي سياستها معتمدة على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الموارد المتجددة أيضا، ومن تحسين كفاءة الإنتاج وكفاءة الاستخدام. صحيح، هنتكلم طبعا عن كل هذه التفاصيل، إزاي قدرنا نوصل لهذا الإنجاز وهذا التطور في هذا القطاع تحديدا. وكمان حابة أن أنا أشير لفيلم حلم النور، وعبارة عن تحقيق تلفزيوني قدمه لنا طبعا زميل عزيز مصطفى كفافي، وتعرض امبارح على شاشة القناة الأولى. هذا الفيلم الحقيقة قدر أنه يوثق صور للظلام اللي حصلت قبل 30 يونيو، الإنجاز اللي تم كمان خلال 10 سنين بعد ثورة 30 يونيو. هنتابعه مع حضراتكم. ويمكن يعني مصطفى الحقيقة الفيلم طبعا يعني مش عايزة أحرقه بالنسبة للمشاهدين، صباح الخير يا مصر يعني، لكن الحقيقة يمكن هو بمثابة توثيق مهم جدا للفترات ما بين فترات اللي كنا بنعاني فيها من مشاكل في الكهرباء، وما حدث الآن وما يحدث الآن الحقيقة في هذا القطاع الهام، قطاع حيوي بكل تأكيد. ده حقيقي. احنا اهتمينا في الفيلم ان احنا نوثق الحالات الإنسانية، ان احنا نجيب شهادات حياة. يعني احنا مثلا جبنا دكتور عمل عمليات على كشاف الموبايل، فاكرين طبعا كلنا فاكرين الفترة دي كانت في مشاكل انقطاعات الكهرباء طبعا. بالزبط. كانت المستشفيات بتتأثر، والعناية المركزة والعمليات. جبنا الحضانات، جبنا صحيح قرية كان فيها عاملين حضانة بالجهود الذاتية، يعني كمان الدولة ما كانتش عاملها لهم، هم دموا فلوس وعملوا حضانة والحضانة اتحرقت، والأطفال كانوا حيلقوا حتفهم جراء هذا الانقطاع الكهربائي. جايبين كشاف كهرباء يا عيني، يعني تعب، مش عايز أقول لك حصل فيه اتمرمط حرفيا علشان يعرف يلم ايه كشف. انت فاكره كشاف الكهرباء ساعتها كان بطل قومي يعني، هو طبعا اكتر
واحد شايل. طبعا انت بتقول انا كشاف كهرباء وكهرباء تتقطع فالناس بتقعد ايه. صحيح. لا وفاكرين الحقيقه كانت الحلول المقترحه في وقت من الاوقات ارتداء الملابس القطنيه يعني كفايه. ايوه جايبين ده بالمناسبه وفي النهايه جايبين الطفره اللي حصلت ازاي، الخطه العاجله اللي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي قضت ازاي بان هي تنهي هذا الامر بشكل عاجل، ازاي الدوله اتحركت في اكتر من مجال، ازاي اعتمدنا على مصادر. خلي بالك كلمه الطاقه دي معناها باور، يعني ايه الطاقه؟ انا بدي انتاج للمصانع، بدي انتاج مش للبيوت. الناس كلها فاكره ان الطاقه دي عشان تنور البيوت. لا طبعا طبعا، انت علشان تعمل مصانع وعلشان تعمل بنيه استراتيجيه لازم يبقى عندك اولا طرق، وهي لازم يبقى عندك طاقه علشان تنور الطرق دي وعلشان تبني المصانع. الطاقه دي جمله مهمه جدا الناس مش فاهمه هي عامله ايه. كلمه السر طبعا كانت شركه سيمنز اللي عملت اتفاق مبكر مع الحكومه المصريه، ربما هو كان الافضل. احنا كنا يا جمانة بنعتمد على السولر بشكل رئيسي في الموضوع ده، ان احنا بنستورد سولر وبنحطه في المولدات وهذه المولدات هي اللي بتنتج طاقه. وما كانش عندنا سولر في 2013 ودي اللي كانت الازمه الكبيره ان احنا ما كناش. ففي طبعا ازمه البنزين وفاكرين ازمه الكهرباء ويمكن، لكن احنا غيرنا استراتيجيتنا يعني في هذا. صحيح. يعني احنا هنتابع مع حضراتكم طبعا كل هذه الخطوات، كل المحطات اللي تم بنائها خلال 10 سنين اللي فاتوا، ازاي قدرنا ان احنا نوصل لهذا الاحتياطي من الطاقه، وتحديدا بنتكلم على الكهرباء من خلال هذا الفيلم وعلى مدار كمان حلقتنا النهارده. بنصبح على حضراتكم مره تانية ومره تانية، كل سنه وحضراتكم بألف خير. صباح الخير يا مصر.